أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للإشتراك بقناة أوديولابي ليصلكم كل جديد. سبع نصائح للحصول على موعد غرامي ناجح. تعرفت على شخص على الإنترنت وحددت موعدا معه، يقترب الموعد وتشعر بالتوتر والقلق الشديد. تساءلت، ماذا لو لم يعجبني؟ هل أبدو مثل صوري حقا؟ ما الذي يجب أن أرتديه؟ يمضي الوقت في التفكير إلى ساعات الفجر. لا تذهب هذه الأفكار، ولكن الآن ستكون لديك هالة سوداء تحت عينيك صباحا، فتفكر في إرسال رسالة لذلك الشخص وإلغاء الموعد. لكن مهلا، قبل أن ترسل الرسالة جرب هذه الاستراتيجيات التي سأذكرها. ما عليك فعله؟ أولاً التنفس. أنفاسنا هي أداة رائعة للتخلص من القلق. تظهر دراسات أنه عندما نخرج أنفاساً عميقة من البطن والمعروفة بتنفس الحجاب الحاجز، فإننا نرسل إشارة إلى الدماغ بأن كل شيء على ما يرام. حاول وضع يد واحدة على معدتك والأخرى على صدرك. استنشق الهواء لمدة 3 ثوان، احبس ثم قم بالزفير لمدة 4 ثوان. كرر ذلك حتى تلاحظ أنك أصبحت تشعر بهدوء أكثر. ثانياً، تخيل النتائج المختلفة حتى السلبية منها. الناس يحبون أن يكونوا قادرين على التنبؤ والتحكم، فعدم اليقين يولد القلق. وبالطبع فإن معظم الأشياء في الحياة مثل نتائج هذا الموعد خارجة عن سيطرتنا، لذلك قد يكون من المفيد تصور الاحتمالات المختلفة. إن قضاء بعض الدقائق في التفكير في جميع الطرق التي يمكن أن يسير بها هذا الموعد سوف تشعرك بأنك أكثر استعداداً لأي نتيجة. ثالثاً، اجعل مساحة للقلق وقم بتسميتها. بدلاً من محاولة التخلص من القلق، يجب أن تقر بأنه طريقة من جسدك لحمايتك من وضع خارج عن نطاق رغبتك. أشكره على وجوده واجعل له مساحة. قل شيئا مثل، من العادي أن أشعر بالقلق لأنني مهتم بذلك الشخص حتى الآن، وأريد أن يمر الموعد بخير. وإذا شعرت بالراحة لفعل ذلك، يمكنك أن تقول للشخص الذي تواعده، أنا متوتر بعض الشيء، هذا شيء جيد بالنسبة لي. وإذا كان رد فعله بحكم أو نقد، فهي علامة على أنه قد لا يكون شخصا مناسبا لك على أي حال. رابعاً، يجب أن يكون لديك توقعات واقعية حول نفسك. لا تتوقع من نفسك أن تكون لاعب شطرنج محنك إذا لم تلعبه من قبل، ومع ذلك فنحن نتوقع أن نكون خبراء في المواعيد الغرامية من دون أن تكون لنا تجربة كبيرة. التعلم بالتجربة هو أفضل نوع من أنواع التعلم، وهو حقاً النوع الوحيد الجيد فيما يتعلق بالمواعيد الغرامية. ذكر نفسك بأنك جديد في التجربة أو لديك تجربة كبيرة. امنح نفسك الحق بأن تكون غير كامل وأن تجرب. ليس بالضرورة أن تكون تجربة جيدة أو عظيمة، فقط جرب. عندما تكون لديك توقعات واقعية عن نفسك، سيكون هناك مجال لأقل خيبة أمل. ما لا يجب فعله؟ أولاً، التخلي. من السهل أن تقول أنا لست على ما يرام، لكن هذا ليس الخيار الأصح. إن التخلي عن موعد ما يعزز لديك سلوك التخريب الذاتي، ويحول دون قدرتك على التغلب على القلق حول الموعد. أفضل طريقة للتغلب على القلق هي تعريض نفسك له. ثانياً، محاولة التصرف كشخص آخر. خذ هذه النصيحة، حتى لو نجحت في تصوير الشخصية التي تريد أن تظهر عليها في ذلك الموعد، فعاجلاً أم آجلاً ستعود لما أنت عليه. بالإضافة إلى ذلك، فمحاولة التصرف بطريقة معينة أمر مرهق وغير صادق، يجعل الحميمية والتواصل صعبا للغاية. ثالثا، أن تلوم نفسك على الشعور بالقلق. في كثير من الأحيان نظن أننا عندما نخبر أنفسنا بالتوقف عن الشعور بالقلق سوف يتوقف قلقنا، لكن ذلك ليس صحيحا. في الواقع قد يجعل الأمور أسوأ. لماذا؟ لأن لوم أنفسنا بسبب القلق يسبب لنا الخجل من أنفسنا إضافة للقلق الذي نشعر به. بدلا من ذلك، ارحم نفسك واسمح لها بأن تشعر ببعض القلق، فهذا ليس سيئا.
استمع إلى أروع المقالات الصوتية وحملها مجانا عبر تطبيق أوديو لابي.